احمد هيقول لنا ايه النهارده عن معسكر الفريق. يا كريم اتفضل. مرحبا بيك يا كابتن اسلام، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. وحشنا جدا طبعا، بقالنا اسبوع ما شفناكش، ولكن الاهم ان احنا نشوفك، ودايما انت جايبنا على الموقع الجميل اللي دايما حمام السباحه وراك، واعتقد ده المطعم. بالتاكيد يا كابتن اسلام، والله يمكن وحشنا كتير، ويمكن اكيد كنا بنتمنى ان احنا يكون في مباراه خلال الفتره اللي فاتت، لكن الفرصه لعيبه النادي الاهلي تلتقط الانفاس. باكد لك كالعاده فندق الاقامه فندق مميز جدا لفريق النادي الاهلي. عايز ابدا معاك الاجواء والكواليس يا كابتن اسلام. ان شاء الله في البدايه بضم صوتي لصوتك، مباراه الغد ستكون مباراه مختلفه لفريق النادي الاهلي، التركيز الشديد، الفوز، وهذه المباراه زي ما انت قلت يا كابتن اسلام مش هي نهايه الكون، وهي ايضا كمان مش هتحقق بطوله الدوري العام، لكن هتفرق بشكل كبير جدا معنويا مع لعيبه النادي الاهلي، مع جمهور النادي الاهلي. الكل بيشتغل بشكل كبير على هذه المباراه وعلى هذه البطوله، لكن يمكن زي ما بنقول مباراه الزمالك ديربي خاص بين الفريقين بين الجمهورين، لكن بشكل عام لعبتنا على قدر المسؤوليه. ان شاء الله باذن الله بكره نكون موفقين بشكل كبير. مستر مارتن لاسارتي بيشتغل بشكل كبير جدا خلال المرحله الماضيه، غلق تام وحظر اعلامي كما تعلم كابتن اسلام النهارده كالعاده. طبعا التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي على استاد برج العرب كان في تمام الخامسه، فرض ايضا كابتن سيد عبد الحفيظ، انت عارف طبعا قناه الاهلي لابد تكون متواجده، لكن احتراما لرغبه الكابتن سيد عبد الحفيظ، واحنا كوسيله مساعده معاه لنجاح فريق للنادي الاهلي بنحترم هذه الرغبه، لان الجهاز الفني والجهاز الاداري بالكامل عايز يفرض مزيد من السيطره، التركيز فقط يكون في المستطيل الاخضر، وده اللي احنا بنلمسه في كل معسكرات فريق النادي الاهلي وفي المباريات الهامه في البطوله الافريقيه. ان شاء الله باذن الله كل الامور يا كابتن اسلام تكون مهيئه لفريقنا ان شاء الله بكره باذن الله يكون ثلاث نقاط يساعدوا النادي الاهلي ويتصدر بهم بطوله الدوري العام، ومنها ان شاء الله يحافظ على لقب الغالي جدا على جمهور النادي الاهلي هو بطوله الدوري العام. عايز ابدا معاك بنقطه مهمه جدا يا كابتن اسلام، وهو وجود الكابتن محمود الخطيب وحضوره الى فندق الاقامه. انت عارف رغم التعب ورغم الارهاق الكبير، وكنا كان متواجد سواء مع معالي وزير اشرف صبحي وزير التربيه والتعليم، وايضا كمان وزير الرياضه عفوا، ويمكن وزير التربيه والتعليم كان متواجد، كان يعني كان في يمكن الام بسيطه جدا مع الكابتن محمود الخطيب، لكن تواجده ورسالته الدائمه والمستمره لدعمه الكبير لفريق النادي الاهلي دي اللي بنشوفها على اللاعبين في معسكر الفريق. بمجرد ان كابتن محمود بيكون متواجد بتبقى رساله مهمه جدا، اللعيبه يمكن عارفه المسؤوليه، لكن القيمه الكبيره ما بتكون متواجده ورمز كبير كرئيس النادي الاهلي والمسؤول الاول على قطاع كرة القدم بالنادي الاهلي كابتن محمود بيبقى ليه تأثير كبير جدا يا كابتن اسلام، خاصة في هذه المباراة. يمكن كابتن بيبو وصل الساعة 4 او 4 وربع مباشرة، كان لعيبة النادي الاهلي بتستعد الى التوجه الى استاد برج العرب. توجه معهم بالفعل الكابتن محمود الخطيب لمتابعه المران الاخير ومؤازره اللاعبين والحديث البسيط مع لعيبه النادي الاهلي على اهميه هذه المباراه. الجهاز الفني كمان بقياده مستر مارتن، كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن يوسف، الجميع بصراحه بيشتغلوا بشكل نفسي ودوافع نفسيه، بيخلقوا دوافع بشكل كبير جدا مع لعيبه النادي الاهلي في المعسكرات. الكل غالق على نفسه كابتن اسلام رغم تواجد فريق نادي الزمالك معنا في الفندق الاقامه. يمكن طبعا في فصل كبير جدا بين الفريقين، لكن كالعاده يمكن لعيبه النادي الاهلي بتقابل بعض لعيبه الزمالك، السلام العادي طبعا الطبيعي، لاعبين طبعا في المنتخب لسه راجعين من المنتخب، لكن النادي الاهلي مركز بشكل كبير جدا جدا جدا، ده اللي باكد عليه كابتن اسلام لكل جمهور النادي الاهلي في هذه المباراه. نقطه يمكن انت كمان اتكلمت مهم جدا الكلام اللي انت بتقوله، لان بالظبط يا كابتن اسلام خلال الفتره اللي فاتت كان كلام كتير جدا النادي الاهلي عن ان ممكن يحصل كذا او كذا او كذا، ولكن طبعا اي حد بيتكلم بهذا الشكل او بيتكلم في هذا الاطار الحقيقه هو كلام غير صحيح. كل لاعبي النادي الاهلي والزمالك هم اصدقاء واصحاب، وما فيش حاجه اسمها في تنافس جوه الملعب. احنا الجيل بتاعنا كريم برضو، الجيل اللي قبلنا واللي قبلنا واللي قبلنا، طول عمرنا اصدقائنا من لاعبي نادي الزمالك هم اصدقائنا، وبنروح بيوتهم وهم بيجوا بيوتنا طبعا. وبالتالي ده شيء طبيعي جدا جدا اللي انت بتتكلم عنه، مهم جدا برضو الكلام اللي انت بتتكلمه، لان هو ده اللي هيفرض الاحترام بكره. بالتاكيد يا كابتن اسلام باكد على كلامك، رغم التواجد ورغم الجهازين متواجدين واللاعبين ويمكن كل متواجد، لكن زي ما بقول لك يعني السلام ده، انت كنت نجم من نجوم النادي الاهلي وحضرت اكثر من مباريات قمه، ده الطبيعي، لكن جوه الملعب مجرد وصول النادي الاهلي الى الملعب المباراه ونادي الزمالك الامر بيختلف بشكل كبير. الهدف هو رفع قيمه النادي الاهلي بالنسبه لعيبتنا، شخصيه النادي الاهلي هتبان ان شاء الله بكره كابتن اسلام، روح الفانيله الحمراء اللي بنراهن عليها في كل المباريات، مرحله مهمه جدا، وبناكد على ان المرحله دي في بطوله الدوري العام مهمه جدا
وفي البطوله الافريقيه هامه جدا، فمحتاجه تركيز وتكثيف للمجهود، وده اللي بنشوفه وده اللي بنتكلم كلام بسيط جدا مع اللعيبه. اللعيبه عندها اصرار، عايزه تسعد الجمهور، مش عايز اذكر عدد من اللاعبين، لكن اي لعيب بتتكلم معاه ولو كلام بسيط جدا يا كابتن اسلام يقول لك هدفنا هو اسعاد جمهور النادي الاهلي في كل المباريات، وخاصه مباراه نادي الزمالك اللي منتظرها الجميع، جمهور النادي الاهلي منتظرها، كل يمكن جمهور نادي الزمالك ايضا كمان منتظر يشاهد هذه المباراه، كل الناس هتتفرج على المباراه الهامه جدا والمرتقبه مباراه الاهلي والزمالك. لكن بشكل عام عايز اطمنك كابتن اسلام واطمن الجمهور، اجواء مطمئنه في معسكر الفريق. مستر مارتن في هذه اللحظات في محاضره فنيه اخيره بيحاول ان هو يتكلم مع اللاعبين، كل السيناريوهات مطروحه في المحاضره. كمان الوفره العدديه والمميزه جدا اللي حابب نتكلم معاك يا كابتن اسلام، بدون اسماء طبعا، مع الغلق ومع الاداء اللي احنا شايفينه مع مستر مارتن ومع الغلق الكبير جدا اللي ليه التدريبات، نقدر نقول لا نقدر نقول في عناصر كتير جدا ممكن تشارك، مش عايزين نقول عناصر تكون متواجده نظرا للغلق التام جدا اللي ليه الفريق والحظر الاعلامي على الفريق، لكن يعني نقدر نقول احنا عندنا معلومات، لكن حرصا على طبعا السريه التامه اللي فرضها الجهاز الفني مع كابتن سيد عبد الحفيظ، يعني هنلتزم بهذا الامر، لكن ان شاء الله باذن الله في لعبه هتكون باذن الله كابتن اسلام ان شاء الله بكره باذن الله يكون النادي الاهلي موفق. كنا بنتمنى عدد الجمهور يكون يعني عدد كبير من جمهور النادي الاهلي للفريقين، واكيد الامر ده كان مهم جدا لان مباراه الزمالك ومباراه الاهلي او العكس الاهلي والزمالك لابد يكون في جمهور ولو بعدد قليل جدا، لان الامر بيكون مختلف، المؤازره والتشجيع الخاص من فريق من جمهور النادي الاهلي بيختلف بشكل كبير جدا مع الفريق، واهميه المباراه بتكون ليها تاثير كبير جدا. لكن الحمد لله يمكن خلاص القرار طلع من 15 من اعضاء مجلس الاداره و15 ايضا كمان من اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك، حتى هذه اللحظه عدد الجماهير يعني تنظيم نادي الزمالك انت عارف يا كابتن اسلام برضو حتى هذه اللحظه مفيش رقم معلن بشكل كبير، سمعنا 50 فرد يكونوا متواجدين، لكن حتى هذه اللحظه معلومه مش واضحه جدا بالنسبه لدخول الجمهور اللي هيكون متواجد لفريق نادي الزمالك والنادي الاهلي. بيتمنى لو في جمهور متواجد لنادي الزمالك يكون مثله بالظبط ليه جمهور النادي الاهلي، تاكيد الفير بلاي مطلوب بشكل كبير جدا داخل الملعب وايضا كمان في المدرجات. انا معاك ايضا يا كابتن اسلام وفي استفسار اتفضل. يعني اولا طمنا على كل اللاعبين، هل حاله اللاعبين بالكامل حاله جيده؟ يعني كل المجموعه اللي موجوده في المعسكر النهارده جيده؟ الجو برضو يعني احنا النهارده الجو الصبح كان حر جدا هنا في القاهره، بالليل الجو دلوقتي ابتدى يبقى فيه هوا شويه، اشرح لنا برضو شويه الجو عامل ازاي يا كريم. هبدا معاك بحاله المعنويه وحاله اللاعبين والتركيز الشديد، لا الكل جاهز بدنيا وطبيا من خلال سؤالنا طبعا للجهاز الطبي للنادي الاهلي الكابتن محمد يوسف مدرب الفريق، الكل جاهز يا كابتن اسلام لهذه المباراه، وتم الاختيار بدقه. يمكن في بعض اللعيبه كان المفروض تكون متواجده، لكن الحرص الكبير والدائم من الجهاز الطبي والجهاز الفني على ان يكون اللاعب المتواجد بنسبه 100% جاهز فنيا وبدنيا لهذه المباراه. باكد لك ان شاء الله الجميع يكون جاهز غدا، يعني بنتمنى ما يبقاش في التسخين، حصلت قبل كده مواقف بسيطه جدا زي الشناوي في التسخين حصل له يمكن كرامب كده في الخلفيه، بنتمنى ان شاء الله باذن الله بكره تكون الامور مهيئه لفريق النادي الاهلي، اللعيبه اللي يتم اختيارها في المحاضره الفنيه الاخيره هنا في فندق الاقامه تكون سليمه ان شاء الله وتكون تؤدي احماء على اعلى مستوى ومنها ان شاء الله تتالق في هذه المباراه. الجو كمان يمكن الصبح كان في بعض الامطار خلال تواجدنا هنا في الاسكندريه، لكن في هذه اللحظات اللي انا بكلمك فيها كابتن اسلام في بروده شويه، يعني نقدر نقول في هواء، درجه الحراره بكره في الاسكندريه تصل الى 11 او 10، الجو هيبقى فيه بروده شويه، المباراه هتبقى الساعه 7، فممكن نشوف يعني مباراة مميزة، انت عارف الجو البرد ده بيخلي فيه جري كتير جدا في الملعب يا كابتن اسلام، حالة بشكل الملعب عام ان شاء الله باذن الله الجو يكون مهيئ، الظروف تكون مهيئة، ينقصنا كل التوفيق وكل دعوات جمهور النادي الاهلي. حالة النجيلة الخضراء اخبارها ايه؟ حالة الملعب طبعا يمكن انت عارف يا كابتن اسلام ارضية استاد برج العرب يعني لا الامر صعب جدا، وكابتن سيد يمكن اتكلم عليها اكتر من مرة، وكنا بنتمنى يكون في بديل لاستاد برج العرب ليه يعني استقبال هذه المباراة الكبيرة جدا، مباراة الاهلي والزمالك، مباراة مهمة ويمكن اللعيبة طبعا احنا خايفين عليها بشكل كبير، لعيبتنا لسه راجعة من المنتخب والنادي الاهلي عنده مشوار طويل جدا، مباراة الاتحاد ومنها سفر لسان داونز، يعني ارضية الملعب لما بتبقى سيئة الامر بيبقى مختلف شوية، لكن باكد لك حتى هذه اللحظة ارضية الملعب كما شاهدتها في المباراة الأخيرة مباراة الأهلي وشبيبة الثورة يا كابتن إسلام الأرض كان طول الأسبوع اللي فات تقريبا في صيانة جيدة، وشفنا شوية صور إن الصيانة الحمد لله بقت الأمور كويسة جدا يعني. انت اللي شفت بعينيك بقى قول لنا اسلام. احنا بنتمنى طبعا يعني استاد برج العرب منشأة يعني مميزة جدا واستاد مميز جدا
طبعا طبعا يا كابتن اسلام، طبعا يعني مجرد يكون متواجدين في ارضيه الملعب، بس انت عارف الشكل الظاهري بيبقى مختلف شويه يا كابتن اسلام. انت يعني لعبت طبعا على ملاعب كثيره جدا، الشكل الظاهري بيكون مختلف، لكن يعني ارضيه الملعب وصلابتها وبيبقى فيها بعض كده المطبات دي اللي بنتمنى ان شاء الله ما يبقاش فيها اي اصابات لعيبه النادي الاهلي غدا. نتمنى المباراه تخرج بسلام، ينقصنا كل التوفيق ودعواتك ودعوات كل الاهلاويه يا كابتن اسلام. دعواتنا جميعا يا كريم ان شاء الله ان تكون مباراه تليق باسم النادي الاهلي، ويستطيع النادي الاهلي ان يفوز في هذه المباراه. شكرا جزيلا مراسلنا كريم احمد من فندق اقامه النادي الاهلي زي ما حضرتك.